السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بماين كرافت. عاد من زمان ما نزلنا ماين كرافت، فياب طبعا هذا سيرفرنا راح يكون فيه العيال واجد اشخاص صراحة، بعد ممكن حتى ما اعرفهم، لكن كلنا بجروب واحد وتقريبا في تيمين، عرفت كيف؟ تيمين تقريبا بالسيرفر، والسيرفر للأسف ما اقدر ادخل فيه اي احد، لكن اذا حابين تشوفون بثوث يعني قنوات الشباب تحت بالديسكريبشن تقريبا يوميا يبثون. وبس خليك معنا. يا الكلب من وين لك؟ ايش اسمه ذا دايموند؟ يا خارة. This is my home. الله دوغو هومنا، هذا افضل شيء سويته. دوغي كلهم. يا ابن الذين، اي مو احنا في نفس البيت. كلب لا تقعد طالع زي كذا. هذه حصيلة اليوم. ها انزل لك سيف. اخر ما عندك الا ذا الايرون بس. عندي زيادة شوي، كم تبي؟ ابغى اسوي بس فل شست فل ارمر. انا اعطيتك فل ارمر، سويت لي بكاكس وسيف تقريبا. اديني بعد حبة. هلا هاي طجر. ها نزل له شيء. شت نوم. يلا يلا نوم. يلا مشيت. المفروض المفروض انه هنا حق يلا. شفناها. شوف اللي هناك. زين ذا شوف هند. غناء من الغناء. الغناء ريد ريد. يلا يلا انزل على الارض انت وياي. ما في حد. ما في شيل ومش. والله حتى سالم. لا خل. والله حتى سالم مطفر كذا جل. يلا نشوي ذا نشوي. والله يا ان الحيوانات دينا كطرانين ما شاء الله تبارك الله. كم الليفل هنا؟ واه ها يا نسيتك يا كلب. والله ريفين خايس اقول لك. صح ننزل هنا ولا نطلع؟ ما عندي صراحه ذكاء سله دائما حقي ما ادري ليش. نطلع تعلم عسك صار ثاني. طلعنا طجة واحدة ما شاء الله عليك. انا اشوف لافا معناها نسوي بورتل سريع هنا. ايش رايك خشينا النذر؟ تبي نندفع زي ذيك المرة؟ لا نستنى خالد وسالم جلال ولا انا ودي صراحة ودي انتقم. والله ودي بس انا بدروعي. كريمين تحت الموية خشينا. خشينا بسم الله. وين؟ يلا بسم الله. عندي بلوكات. الحمد لله. كم الحين وصلنا؟ 19. خلنا ننزل شويات. وهذه 6. بعدين نسوي طويل الامر كذا. ومع السلامة. اي عشان سريع. خذني معك. هذا دايموند يا حمار. تعال هذا دايموند. اوكي. ايزي. كم؟ حمار. لو انك تكسر على ثنتين كان افضل. اربعة. يلا بكاكس وسوينا بكاكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم صقر. اخيرا رجعت لكم بماينكرافت. المهم طبعا هذا الشغل كله بعد يومين من السيرفر. اليوم الاول اللي هو راح يكون المقطع الاول، فهذا المقطع الثاني اكيد. وهذه هي البداية ما شاء الله، يعني شوف كيف ضبطين الأوضاع الشباب.
لسه ما كمل ذا البيت، هنا اشجار وحركتات وزرع وها ما شاء الله مزارع حيوانات. لا لا شغل العيال بداية والله رهيب. طيب لو اني عاد اقول لكم كيف جبت الاغراض. الاغراض يا طويل العمر خلف الكواليس جمعنا دايموند وجبنا اشياء واجد كويسة، مو اشياء واجد كويسة بس تقدر تقول انه فل ارمر شي زي كذا. وجبت بعد البجاجس اللي عندي بس انه خايس، والسيف بعد، وبس تقريبا. حتى سروال ما اخذه من طويل ستود. المهم اي صح نسيت اقول لكم عاد ان عندي ليفلات. شوف دروعي يعني ما شاء الله ما قصرت معي التطوير، ما جاتني الا تطوير واحده، ما ادري ليش حظي خايس. تطويرتين عندي اللي هي البكاكس والسيف، تطويره واحده بس شاربنس اوكي 3 يعني كويسه، بس انه البكاكس بس ام بريكنج ليفل 30 حرام يا اخي. والشس ما بعد البو يعني البو كويس. المهم انا هذه اغراضي طبعا شباب لا تقولون لا احد اوكي. ايوه انا ابغى اطور بكاكس ثاني، ولقينا شو اسمها شباب فرونج ها فورتنر ما ادري شو اسمه امه اتوقع اسمه زي كذا الزبده هذا اللي نبيه عاد. الله افشنسي شباب اذا قلت الاسم غلط عاد انا مالي دخل. افشنسي 3 عز الطلب. دقيقه تعال يمديني اخلط ذا مع ذا يصير امبريكنج؟ لا شكله ما يزيد الامبريكنج حده 3 اوكي. لا يلعن ام الغباء، لا قصدي اشيله يا اخي. اخ راح علي الليفل 30 اللي كنت مجمع. دقيقه شكل الشباب قاعدين يغمرون بدوني، خلنا نشوف عن مغامرتهم. يلا بسم الله يلا بسم الله. ها الدعم جاك، ما عليك يا ولد امش وراك. حلو امش ما عليك. ها هذا ما يمدي يمشي اوكي يلا دز معك سيف الحين ما عاش من يضربك يا خوي. دز بالله كم سهم انا معي؟ ما عندي اسهم والله ما عندي اسهم. رجال تعالي وين تبي تكسر؟ نعطيه بكاكس ها كان السيرفر علق. ريستارت صقر اي لاف يو مي تو حبيبي. ما في انت اللي ساعدت الكل الذين حتى انا قلت تعرف الذين اغراضي الاغراض سويت سبون ابو سوي سبكتس والاغراض سويت سبون. اما عاد يا رجال فل ارمر تعال لا تموت معك اكل لا تموت ايه مالك ازبل انت هات امسك الله حبيبي دقيقة تعال طق هنا طقه هنا ايه يمه حبيب دقيقة والله اني غبية حتى بحقيقة قاعد الفراس كذا عرفت اللي قاعد يطالب من طرف ملك هنا فارمر حبيب هنا شغل تفريم في مندق ولا ما في؟ ما في للأسف. أجيب لك مندق أنا. والله كفو. أجيب لك مندق. والله كفو. هذا كأنه مكانه غلط ده. أوه اثنين بعد. طبعًا النهاية زي ما تشوفونها النهاية باللافا ما في شيء ثاني، لكن فجأة جاب فكرة بالي كذا فجأة طرن كذا جاتني فكرة بالي وطبقتها. وصار شيء مو متوقع فيب نشوفكم في التكملة الجاية.